هبتدي بالمبادرة الأولى، وهي مبادرة من مجموعة شركات، من الشركات المحلية بالإضافة لشركة عالمية، وهي مقدمة من Summit Technologies، جيزا سيستمز، رايا، مايكروسوفت. مهندس شاب النواوي، مهندسة مجدة السابع. الحقيقة بكلمة سريعة كده، الفكر وراء الانيشيتيف اللي عملناه مع STS، مع Summit، مع رايا، وبالتعاون مع مايكروسوفت ومع كيانات تانية بره قطاع الاي تي، كان الغرض منه ان هو يساعد في علاج او اعادة تأهيل المصابين، سواء تأهيل طبي بمعنى في منهم فقدوا اطراف او فقدوا بصر او والحاجة التانية اعادة تأهيل مهني، الغرض منه انه الناس اللي تأذوا في مصدر رزقهم يبقى فيه امكانية ان هم يعني يبقى فيه امكانية ان هم يعتمدوا على نفسهم ويعملوا دخل لنفسهم ولعائلتهم. هسيب مجدة تدينا تقول لحضراتكم ايه اللي احنا عملناه في الاسبوع اللي فات ده. مساء الخير. هي الحقيقة الانيشيتيف مينلي ان احنا بنحاول نوفر تمويل للناس اللي اصابوا في الثورة، سبيسيفيكلي للناس اللي حصلت لها عاهات مستديمة، والعاهات دي اثرت على انهم ما يقدروش يشتغلوا، زي في ناس كثيرة فقدت النظر مثلا، واغلبهم ناس سواقين او بيشتغلوا يعني وظائف ما يقدروش يعملوها بعد ما فقدوا النظر. احنا بدأنا، احنا اللي احنا عملناه كان بداية، والانيشيتيف دي احنا طرحينها مش بس للشركات اللي هي بدأت، يمكن الانيشيتيف بدأت من جيزا وسامت ورايا، ودعينا مايكروسوفت، واحنا بندعو جميع الناس ان هي تدخل معنا، لانه للأسف احنا ما قدرناش نحصر المبالغ المطلوبة accurately، لانه العلاج اللي حصل علاج يعني مبدئيا عشان الناس تقدر اتليست يعني العلاج الاولي خالص، لكن ما زال في ناس يعني محتاجة اطراف صناعية، ما زال في ناس محتاجة عمليات يعني جراحية وما عندهاش الامكانيات دي. وبرضو الحكومة مهما بتحاول تساعد ما بتقدرش ان هي تغطي كل المطلوب. فاحنا بدأنا الموضوع بانيشيتيف عملناها يوم الجمعة اللي فاتت في ساقية الساوي، وكانت الانيشيتيف دي ان احنا عملنا منتجات بالبراند وباللوجو بتاع الثورة، وبعناها من خلال فاند ريزنج ايفنت كبير في ساقية الساوي. هاويفر ذس از جاست ده مجرد ايفنت اول، واحنا متوقعين ان احنا نعمل مجموعة اخرى من الايفنت بافكار تانية علشان نريز الفاند. اللي انا عايزه ادعو فيه الناس مش بس ان هي تشارك في الانيشيتيف، بس كمان ان هي تفكر ازاي ممكن نساعد الناس دي في اعاده تاهيلهم. ولو احنا بنتكلم عن يوزنج اي تي في القطاعات المختلفه، ديفينتلي وي كان ثينك، ممكن نفكر في حلول او برامج ان احنا نحاول نوجد وظائف للناس دي، او ناهلهم وندربهم ان هم يقدروا يبقى عندهم دخل اخر غير الدخل اللي ممكن يكونوا فقدوه بسبب العاهات اللي حصلت لهم. عايز تضيف حاجه؟ كلمه اخيره قبل ما عشان ما نطولش عليكم، وحسام ابتدى يحرك حوالينا، انه الايفنت الاكتيفيتي دي الحقيقه هي اللي بنبص عليها من وجهه نظر المدى القصير، بمعنى انه بنحاول ان احنا زي ما مجدة بتقول عملنا ديزاينز، الديزاينز دي طبعت على منتجات، المنتجات دي شغلت شركات، فاحنا اكشلي شغلنا مطابع وشغلنا ناس عملوا لنا تي شيرت وعملوا لنا ماجز وعملنا مهما كانت حاجات صغيره، بس ايه يعني المطلوب مننا كل واحد يقدر في المجال اللي هو يقدر يشتغل فيه. فالاكتيفيتي دي از شورت تيرم اكتيفيتي، الغرض منها زي ما مجدة بتقول ريزنج كاش، يعني ان احنا نطلع فلوس نساعد بيها الناس دي. لكن في خطه، في انيشيتيف تاني مور خلينا نقول ميديوم تيرم،
اللي بيتكلم على الديفلوبمنت بتاعة الناس زي ما ماجدة بتقول كده، سواء من ناحية تعليم، من ناحية awareness، من ناحية political awareness. يعني في حاجات كتيرة جدا بتتغير حوالينا، ولازم احنا كشركات IT نبقى احنا اللي واخدين الريادة، فاحنا نعلم الناس. احنا IT is about information، information is about knowledge، فاحنا لازم نستغل ده. مش هزار وما هياش nice to have. احنا غصب عننا دورنا لازم يكون اكبر من ما هو النهاردة. السعي وراء الربح فقط is not a feasible long term plan، ما بتنجحش حد. فاحنا لازم يبقى لنا دور اكتف واكتر من الحاجات اللي احنا بنستعملها بغرض ماركتينج اللي هي بنقول والCSR والكلام ده. احنا we have to have real impact on the ground. بس كده، شكرا. شكرا.